وبقدر ما يكمل الحب في قلب العبد، حب الله وتعظيمه في قلب العبد، تكمل عبوديته لله. وبقدر ما يكمل في قلب العبد وعمله العبودية لله عز وجل، ينعكس هذا على سعادة قلبه وطمأنينته وبهجته وسروره وخروجه من كل ضيق ونيله السعادة والفسحة والسرور والبهجة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأولياءه هم الموحدون الذين أخلصوا العبادة له جل في علاه.